السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف أساعدك؟ كيف الحال؟ أنا بأفضل حال، شكرا على السؤال. هل من شيء أفعله للمساعدة؟ هل أنت ولد أم بنت؟ أفضل البقاء على الحياد. أنا اسمي معتز. تود أن أناديك معتز، هل هذا صحيح؟ نعم. فهمت، سوف أناديك معتز من الانفصاعدا. ما اسمي؟ اسمك هو معتز. ما الذي يمكنك فعله؟ يمكنك أن تقول إزاي أدير التذكيرات أو إزاي أعرف الأخبار. كيف الطقس اليوم؟ الطقس المتوقع في قطاع غيز اليوم 32 درجة مصحوبة بأجواء صافية. ماذا عن غدا؟ الطقس المتوقع في قطاع غيز غيدا 31 درجة مصحوبة بأجواء غائمة جزئيا. متى موعد صلاة المغرب؟ اليوم في قطاع غيز يحين موعد صلاة الفجر في الساعة 4:31 والشروق في الساعة 6:00. أيضا يحين موعد صلاة الظهر في الساعة 12:48 والعصر في الساعة 4:27 والمغرب في الساعة 7:34 والعشاء في الساعة 8:59. أوقات الصلاة هذه بناء على رابطة العالم الإسلامي. من هو رئيس فرنسا؟ إيمانويل ماكرون. من هو رئيس ألمانيا؟ فرنك فتر شتاين ماير. من هو رئيس النمسا؟ ألكسندر فان دير بيلين. ما هي عاصمة النمسا؟ فيينا. ما هي اللغة الرسمية في النمسا؟ النمسا اللغات الرسمية. كم تستغرق الرحلة من القاهرة إلى فيينا؟ تستغرق رحلات الطيران المباشرة من القاهرة إلى فيينا حوالي 3:40. يمكنك الاختيار من 1 إلى 2 رحلات يوميا. اطلع على الشاشة للحصول على قائمة بالخيارات. ما هو أطول نهر في العالم؟ العلم انهار الطول. طريقة عمل الكعك. ما هو أسرع حاسوب في العالم؟ أرني صورة ذئب. أرجو المعذرة، لم أفهم المقصود. أرني صورة ذئب. جار عرض الصور المطابقة. أخبرني معلومات عن تركيا. وفقا لويكيبيديا، تركيا الاسم الرسمي للجمهورية التركية استمع هي دولة تقع في الشرق الأوسط. ما هي مساحة تركيا؟ 300,2535 ميل مربع. كم عدد السكان في تركيا؟ 79.81 مليون 2017. ما هي أشهر الأكلات في تركيا؟
ماذا تعني بقلاوة بالتركية؟ بقلاوة. كم مساحة النمسا؟ 32,386 ميل مربع. كم عدد السكان في النمسا؟ 8,773 مليون 2017. ما هي أشهر الأكلات بالنمسا؟ هذه نتيجة من الويب. متى عيد الأضحى؟ عيد الأضحى يبدأ مساء يوم السبت 10 من آب 2019 وينتهي مساء يوم الثلاثاء 13 من آب 2019. متى يبدأ رمضان في 2022؟ رمضان يبدأ مساء يوم السبت 2 من نيسان 2022 وينتهي مساء يوم الأحد 1 من أيار 2022. متى يبدأ رمضان في 2020؟ متى يبدأ رمضان في 2020؟ رمضان يبدأ مساء يوم الخميس 23 من نيسان 2020 وينتهي مساء يوم السبت 23 من أيار 2020. متى تبدأ السنة الهجرية؟ رأس السنة الهجرية يبدأ مساء يوم الجمعة 30 من آب 2019 وينتهي مساء يوم السبت 31 من آب 2019. ما هي فوائد التفاح؟ ماذا عن العنب؟ كم هي المسافة بين القمر والأرض؟ 384,400 كيلومتر. ما هي المسافة بين الأرض والشمس؟ 92,906,000 من الأميال. متى يبدأ فصل الخريف؟ خريف يبدأ يوم الاثنين 23 من أيلول 2019 وينتهي يوم الأحد 22 من كانون 1 2019 توقيت شرق أوروبا الرسمي. أين يقع تاج محل؟ عنوان تاج محل هو دارمابوري فورست كولوني تاجغانج أجرا أترا براديشي 282,001 الهندي. أين يقع ميدان التقسيم؟ هذه إحدى النتائج من ويكيبيديا. كم هي المسافة بين القاهرة والإسكندرية؟ المسافة سيرا على الأقدام من القاهرة إلى الإسكندرية هي 105 كيلومترا. كم عدد سور القرآن الكريم؟